السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن للصفحة 5 أو كما هي موجودة في الكتاب الصفحة 6. أوكي، ما زلنا طبعا أعزائي في القسم الأول من الوحدة الأولى من كتاب اليوس اللي تكلم عن الأعداد. تكلم عن الأعداد، طبعا سنتكلم هنا عن الأعداد، عن مجموعة الأعداد الصحيحة، مجموعة الأعداد الصحيحة زد، مجموعة الأعداد الصحيحة زد. طبعا هي تتكون من الأعداد الطبيعية، الأعداد الموجبة، والأعداد التي هي أصغر من الصفر، الأعداد السالبة والأعداد السالبة. أي أن زد هي عبارة عن اجتماع الأعداد الصحيحة الموجبة والأعداد الصحيحة السالبة ما عدا الصفر، مضافا إليها الصفر أو اجتماع الصفر، تسمى الأعداد الصحيحة. الآن نتكلم عن العدد الفردي والعدد الزوجي. كيف نميز ما بين العدد الفردي والعدد الزوجي؟ العدد الفردي هو كل عدد يكون باقي قسمته على 2 1. العدد الزوجي هو كل عدد يكون باقي قسمته على 2 0. العدد الفردي يكون باقي قسمته على 2 1. العدد الزوجي يكون باقي قسمته على 2 0. كمثال طبعا هون عندي 21 وهو 20. 20 تقسيم 2 يساوي 10، والباقي 0. 21 21 تقسيم 2 يساوي 10، والباقي 1. بشكل عام هذه الفقرة هدفها توضيح أن الأعداد الفردية أو الأعداد الزوجية ممكن أن تكون موجبة وممكن أن تكون سالبة، أي لدينا أعداد فردية موجبة وأعداد فردية سالبة، لدينا أعداد زوجية موجبة وأعداد زوجية سالبة. كما أرغب بتذكيرك أن الصفر هو عدد زوجي. لماذا؟ لأن 0 تقسيم 2 تساوي 0 والباقي 0، وبالتالي فهو عدد زوجي. ننتقل الآن لبعض القواعد. بما أن نرمز العدد الفردي بالرمز T والعدد الزوجي بالرمز شي، طبعا الرمزان من كلمات تركية، أول حرف وأول حرف. الآن القواعد التي هنا ليس بالضرورة أن تحفظها، يكفي أن تحفظ مثالا عليها. مثلا 2 زائد 2 عدد زوجي زائد عدد زوجي يعطي عدد زوجي، عدد زوجي زائد عدد فردي يعطي عدد فردي، فردي زائد فردي يعطي زوجي، فردي زائد فردي يعطي زوجي، فردي ناقص فردي يعطي زوجي، فردي ناقص فردي يعطي زوجي. ونتابع زوجي ضرب زوجي يعطي زوجي. ننتقل الآن إلى الصفحة 7. في هذه الصفحة طبعا ما زلنا في القسم الأول، الوحدة الأولى، نتكلم عن الأعداد. قبل البدء بشرح المثال الرابع المحلول،
أرغب بحل تمرين بسيط هنا. إذا أردنا أن نقسم 37 تقسيم 5، 37 فيها 7 خمسات، 7 خمسات، والباقي الباقي 2. لماذا؟ لأن 7 ضرب 5 يساوي 35، 35 مضاف إليه 2 يساوي 37. أي أن الاثنان، أي أن الرقم الذي موجود هنا هو الباقي، أما الرقم الموجود هنا فهو عدد الخمسة. مثال آخر، 21 تقسيم 4، 21 فيها 5 أربعات والباقي 1، أي أن 4 ضرب 5 تساوي، أنضف إليها 1 تساوي 21. أي أن الإشارة ما بين الرقمين هنا أو العددين هنا 0 وهنا زائد. ننتقل الآن لتمرين المحلول أو المثال المحلول. لدينا في هذا المثال إكس تقسيم ب تساوي سي والباقي ب ناقص 1. اتفقنا، اتفقنا أن الإشارة ما بين ال ب وال سي هي ضرب، وما بين ال ب ضرب سي هي زائد. نفس الكلام تماما بالنسبة له هنا. أوكي، المطلوب مننا الآن إيجاد x زائد y، أي إيجاد قيمة x هنا وإيجاد مضاف إليها قيمة y. نبدأ طبعا بديهيا، ما لدينا الآن هو أن x تساوي b ضرب c، b ضرب c مضاف إليها b ناقص 1. x تساوي b ضرب c، b ضرب c مضافا إليها الباقي b ناقص 1 مضاف إليها الباقي، كما أن y تساوي b ضرب c زائد 1، y تساوي b ضرب c زائد 1. فك الأقواس b ضرب c و b ضرب 1 هي b. الآن لاحظ معي عزيزي أن b c زائد b موجودة هنا، أي أن بإمكاني أن أستبدل b c زائد b ب y، لأن y تساوي b c زائد b. أي أن من خلال هذه المعادلة y x تساوي y ناقص 1، استبدلت b c زائد b ب y. الآن ننقل ناقص 1 طرف المقابل، يصبح y تساوي x زائد 1، x زائد 1. المطلوب مني هو x زائد y، x زائد y، x زائد y تساوي كذا. بما أن y تساوي x زائد 1، أحذف y وأضع بدالها x زائد 1. أجمع المتشابهات، x زائد x تساوي 2x، ويبقى لدي 1، أي أن الجواب هو b، 2x زائد 1. بالنسبة للتمرين الصغير الموجود هنا، المطلوب مني هو إيجاد قيمة x، إيجاد قيمة x. طبعا نظريا لدي بالنسبة لهذا التمرين، عليك أن تعرف دائما أن الباقي هو أصغر من المقسوم عليه، أي أن الاثنان أصغر من الخمسة، واحد أصغر من الأربعة. لدي هنا ال y أصغر من 5 و 3 أصغر من y، أي أن y أكبر من 3 وأصغر من 5. ما هو العدد الموجود ما بين 3 و 5؟ y أكبر من 3 وأصغر من 5، أي أن y تساوي 4، y تساوي 4. المطلوب مني هو إيجاد x. لاحظ معي من هنا أن x تساوي 5 ضرب 6 زائد y، أي 30 زائد 4، أي 4 و3، 4 و3. ننتقل الآن إلى المثال الخامس. في هذا المثال، مثال بسيط، لدي عدد قسم على 32
الباقي واي. المطلوب مني إيجاد إكس زائد إكس وواي بكل بساطة. الأسنان والسلاسون هنا، كم أسنان وسلاسون فيها؟ واحد. ثم الثلاثة، كم أسنان وسلاسون فيها؟ لا يوجد فيها، صفر. ثم الاثنان والثلاثون الجديدة التي هنا، كم أسنان وسلاسون فيها؟ واحد. ثم الثلاثة، كم أسنان وثلاثون فيها؟ لا يوجد فيها، صفر. الباقي كم بقي لدي الآن؟ بقي لدي ثلاثة، بقي لدي ثلاثة ليس فيها أي أسنان وثلاثون. أي أن x تساوي 1010 و y تساوي 3 الباقي حسب الطبع. طبعا المطلوب مني هو مجموع x زائد y أي 1010 زائد 3 أي 1013. 1013. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.